السلام عليكم، معكم لوكل غضب، اعضاء مجموعه درب الليل دي ال. مرحبا بكم معنا على مغرب نيوز. الراب المغربي، الراب المغربي هو واحد الراب اللي كيعاود على مشاكل المجتمع المغربي، واي واحد كيتطرق على الحاجه اللي كيشوفها وكيعيشها في الاحداث اليوميه ديالو. الراب ما كيتباعش غير اللي بغى يدبر على راسو من الراب. اما الميساج الا بغيتي تسد الميساج عطيه، واخا في الموسيقى تكون محركه واخا يكون اوتوتون، عطيه الميساج ديالك. الميساج ما كيتبدلش غير اللي بغى يدخل الكوميرس ويسوق الموسيقى ديالو. هذا اللي كاين. الراب هو الموسيقى ديال الشارع، يعني اي حاجه بغيتي تكسب عليها راه ما تقدرش تكسب عليها في شي موسيقى اخرى من غير الراب، حيت هو اللي ما عندوش القانون. اي حاجه جاتك في بالك كتكتبها بكل صراحه وبكل شفافيه ومصداقيه. المعاناه هي في البدايه اللي كيبدا فيها الرابر. من الاول ما كيجبرش الاستوديو فين يتسجل، ما كيجبرش الميكس، ما كيجبرش البرود ديال الانسترو، الفيلم مايكر فين صور ديك الشيء. بحق هادشي هذا كامل عشناه في واحد في ليبوك اللي ما كانش الوسائل الاعلاميه وما كانش بزاف ديال الحاجات اللي دابا كاينين حاليا. وخصو الانسان يصبر بحال حنا اللي صبرنا وكافحنا، ودابا الحمد لله كلشي كاين، الميديا كاين، كلشي استوديوز كاين، اي حاجه. غير اللي ما بغاش يدير الراب وصافي. لا صراحه ما مهمش، ملي كنشوفوا الكليبات وكنشوفوا التصوير داكشي بروفيسيونيل، يعني كيتقارن مع الكليبات العالميين. حاجه وحده باقي ناقصين الفيستيفال، ناقصين الميديا، لي راديو ما كيستقبلوش، ما كاينش واحد انفيتاسيون للرابور بزاف غير شي بعضين. يعني كاين بزاف لي رابور، ما نقولكش كاين وحدين ولا كاين بزاف، شني كيكون واحد شويش القمع من السوشيال ميديا ومن لي راديو والتي في وديكشي. الدعم كاين واحد الجينيراسيون اللي كاينه في المقاعد العليا، الجينيراسيون القديمه اللي كتدعم الطراب، كتدعم الخليجي الشعبي. يعني الراب بحال اللي نقول لك جينيراسيون جديده، خصهم ديك الكراسي يتزالوا ويجي واحد الناس الجينيراسيون جديده، يجيو الشباب لي جون يشبروا ديك الكراسي، وهما لا يكونوا عارفين مستوى الراب المغربي ويكونوا تابعين من الصور ديالهم باش يدعموه تاهم. شكرا بزاف على التتبع ديالكم لنا، وبقاو ديما صامدون غاضبون، والدائل ديما معكم ان شاء الله، غنعطيكم اللي يعجبكم. بقاو معنا دائر فور لايف، كنشوفكم.